أظهرت لقطات مصورة أحد المشاركين في مسابقة عالمية لركوب الأمواج في جنوب أفريقيا يحاول الهرب من قرش حاول افتراسه أثناء المسابقة. المتسابق الأسترالي مايك فانينغ البالغ من العمر 39 عاما وهو الفائز ببطولة العالم لركوب الأمواج 3 مرات، تمكن من ضرب القرش المفترس على الظهر قبل أن ينقذه مركب فرق تأمين المسابقة. واو.